أيها الأخ المسلم داعيه وحدتك أقول يا ريا والتوقيف قرآن كي السنة وإلى قاعد قرآن كي السنة وحن الغشة وحنين هدودتك أقول يا ريا وحاو سمي وبدع وإلو آدي آدو قباران دقو قفير صدو دعوة دي حقا هيد ميالي صورت قل ماها وحالا ليا واحد دعوات تيرينا وذا حق نقدان إنا وذا بادل نقدان نصور تقل معه حق وحانا هو ذا نقون كارين إسخلاف سنان تإسخلاف سنيهين وحق دا اسم خلافه مراهيك تو دا إسخلاف سن حقنا اسم خلاف السابعة براته صلى الله عليه وسلم بري نقش النبي وكبري نقضي ممن لم يؤمن كان رمين به قدرك الثامرة عادة السلف سلف كدقان كودي في إزالة الشبهة شبهة السولين تودا سولين تيدا وقردقناها بسؤال العلماء علماء السؤال شودا ويدين تودا يكون سوليان التاسعة أن العلماء علماء أجابوه وحي وقود شوابين إنك الشبهة قدرك قصوا عرارتين بما يزيل وحك السولي عنه يساقى الشبهة وذلك كاسي أنهم نصبوا وإن أتيريين الكلام هذا الكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فقط وكليع حديث نبيهم بوشاقا ورك لأي هذا الكلية فلسفتك لو ما يدل الضليلة حديث كنا بيقوم بوشاقا لبدا المسألة أبابك وكوكا بقبيي شاخو وحا كتشرتا أرين آدياد مهموة بل يرتا مسلمين تنا قارهان كو علمي قبرتا آدياد وان فعيسا مسألة سوا محاي والرجوع إلى العلماء عند حدوث الشبهات إن علماء الله النقضاء مركا وح شبهات شبهات هو وح حق هذا من سنة كاشك قليه مركا وح أسود الريو وعرض الشبهات على العلماء ليزيلوها بالعلم والشبهات كعلماء الله بان يقول رب العالمين تاكور ساي علمي وقصوا ليان وماشا وقصاران سيدا سيهاين سلفكو عادة سلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء ما يدعي كري سلفكو وايو وددكي هوري ونكسنا صدح دي قرنية ومدهوري صحابة دي التابعين تي أتباع التابعين وددي صحابة مري كواسا سلف لنا سلفنا وحلوه يده هورين تي ومده انت ذاك لك هوريين واقتهانا يكو هوريين دينهانا يدين توقه هوريين إيا إيمانك الذين سبقونا بالإيمان أرن كستو لسو الدرس أما حق أي آمن سنايين كشك قرين كرا وحيو علين شرين علماء ذو علين شرين نبي عليه الصلاة والسلام انتو النولا نبي قوي الدين شرين ولو في رسو حويان عائشة رضي الله عنها آيات قرآن أي تفسير كيدو كيشكال قلق وآيات كلا إن إسعاردا إن ما إسكهري منيان أي ولا موقت يعني جودهانا ولا موقت رسولك أي عليه الصلاة والسلام أي ويديس رسولك عليه الصلاة والسلام وكيش كان بحي ومسألة دي كصاب صلاة حساب نتكلم حسابين أيوة حديث بخاري غير وباي وريين سيدا سوا كلا عهد يجي وقت يجي صحابة سيد هل كم بكوار كيسو ابن الديلمي شبهة قدر كصاب صلى الله عليه وسلم كصار أرطي إياد الشبهة دي الدين كمو لغانة صحابة الرسول كوي علماء ذهب كل نقض أبي بن كعب دلائي بن مسعود حذيفة بن اليماني زيد بن ثابت كواسو كل نقض وي علماء علمي باكتو ذي يالي بركة سو النبي قول عليه الصلاة والسلام البركة مع كابركم لكن ما أنت حالك بل يرتسى سوى كدوان يهي غار كود شبهة دي باب الدين كدقان ايان خلق الجواب الرادين لها ايان وح الله ليه وحي حق ايه روى من سنان كو قنع صنايان ايه شبهة دي رأي ميلك اخريين اما بس اللقو سوى عروريه قف وكود تام حد كد جواب ايسا ايه حق يبقى وقتك ايام علماء بديبوا ايه ما ايان وديبوا قنقن ما ايان هذه مخالفة لمنهج السلف وخلاف الخلافي من هدك السلفك أرنت نوع عاسي وده ودي خلاف الخلافي وي مسألة الكلام ماشي كتير تانا وحايتهاي انت انا ارتطار دافن طلبة العلم قواسي دا
kuwa kale iyaguna waxa jira diin ba aan baran oo haddana diintii ka hadlaya shubahaad soo aroorinaya oo iyagu jawaab u sheegaya oo ku dhacay qawl cala allahi bigayri cilm dembigii weynaa ilaahay addoomiisa u diido oo anta qulu cala allahi ma laa taclamu inuu qofku ilaahay ka sheego waxaanu garanay oo nebi maxamed ku beer abuuranay waxeeba diintii ka mida beeninaya oo radinaya ama ku jeesjeesaya oo baatil isaga gargaaraya oo aqoon darro diintii kaga hadlaaya kuwaasina maanta way badayin arrin kasta oo kula soo darsa oo adigu aanad aqoontiisa ahayn ama shubha kasta wax kastoo baadilo xaq loo ekeysiinayo xaqa lagaaga shaki gelinayo ahlucilmiga ula noqo adigu haysu fatwoonin isagana diin ha ka dhiganin arrinka kale meesha ku jiraana waxa weeye culimadu dadka waa inay adilo ugu jawaabaan gaar ahaan ciddii adilada fahmaysa oo dadka waa in adilada la baro oo quluubtooda lagu weyneeyo oo hadal qun waa inaan loogu jawaabin waxa kugu filan inaad xadiidka aayadda qur-aanka ugu jawaabto say saxaabadu samayn jireen xadiidkan aad ku aragto ubay ibnu kacab iyo xudayfiya cabdillahi ibn mascuud iyo xadiidkan unbay ugu jawaabeen qofka wax lagu qanciyo qowlka ilaahay qowlka rasuulka ugu weyn qofka taasi ay qanci weydayna hadalkaagu muxuu u tari doonaa walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato faral iyo sunnada ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado yacnaa kun mukthiran min dikri illah waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa asalu llaha alcadiim rabba alcarshi alcadiim an yuciinana jamiican calaa islaaxi anfusina wa an yakfira lana waliaabaa'ina wa ummahaatina walilmuslimiina walmuslimaat